للفنان الجميل زولو ولهذه الإيقاعات الجميلة، حمستنا كلنا في الاستوديو، وإيقاعات جميلة. نحن محتاجين للروح، روح الثقافة وروح الفنون دائما بتكون هي موجودة، يعني بتحيي فينا أحاسيس جميلة وشعور طيب. عموما معانا زميلنا محمد فضل الله، معلقنا الرياضي وزميلنا، واللي امبارح كان هو معلق على مباراة القمة، قمة السلام في مدينة الجنينة. صباح الخير يا محمد. محمد صباح الخير، الو، معاك يا محمد، صباح الخير. الو الو، الو يا محمد، سامعني؟ الو، محمد فضل الله. الو محمد، صباح الخير. الو، صباح الخير يا محمد، يا مرحبا ابو صلاح، كيف احوالك؟ ان شاء الله طيب. كيف الاخبار؟ انت برا البيت ولا شنو؟ لا كله تمام. لا الحمد لله تمام. كيف احوالك؟ تحية لك ابو صلاح، وتحية لمستشهد القناطين الازرق والزملاء الاعزاء فريق العمل. الله يديك العافية. امبارح امبارح ما طبعا شاء الله يا ابو يعني صلاح استمتعت الرسمة بالمباراة؟ المحلية كان في لقاء القمة، طبعا دائما لقاءات القمة بتتميز الحالات الخاصة في المباريات، على اعتبار انه يعني هو بطولة ومباراة قائمة بذاتها. امبارح كانت مشاركة الرياضيين في ربط النسيج الاجتماعي و يعني في السلام، ومباراة كانت مميزة بين الهلال والمريخ في مدينة مميزة ومدينة رائعة جدا، مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور. و المباراة يعني ممكن أدت غرض كبير شديد، يعني في ربط النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي المميز جدا. كان الملعب ممتلئ عن آخره، وانتهت القمة لصالح فريق المريخ بهدف سجل التكت في شوط اللاعب الثاني، وحاز على لقب كأس السلام، ويمكن من أبرز اللاعبين اللي نالوا برضو جوائز اللي هو التكت ومحمد عبد الرحمن وكسرة مدافع المميز في فريق المريخ، وكذلك كابتن رمضان عجب ومجموعه من الذين تميزوا في هذه المباراه اللي كانت رائعه جدا، من 80 دقيقه 40 دقيقه لكل شوط، وبحضور نائب رئيس مجلس السياده، وبرضه حضور مميز جدا من اهل ولايه غرب دارفور والمواطنين هناك اللي تابعوا اللقاء بشغف كبير جدا. كل مشجع من ينتمي إليه من الهلال والمريخ، وانتهى يوم حافل يعني في دعوة للسلام ودعوة للتأخ ودعوة للمحبة، بالتوفيق إن شاء الله في للرياضيين وللهلال والمريخ في هذه المشاركات المميزة. وتحية كبيرة جدا يمكن للجنة العليا لتنظيم هذه المباراة ولأصحاب الفكرة واللجنة العليا اللي كانت برئاسة المستشار محمد مختار والمنسق العام سليمان اللابي ومجموعة كبيرة جدا من الناس ومراقب المباراة وحكام المباراة وكل اللي شاركوا في إنجاح هذا الزخم الرياضي الكبير ومشاركة الرياضيين في السلام. بالتوفيق إن شاء الله، وربنا يسلم دائما الوطن. منافسات كأس السودان برضو يا أبو صلاح إن شاء الله تستمر طبعا في دوري 16. الهلال الوحيد اللي تأهل بعد فوزه على اتحاد البشاقرة، وبعد ذاك بقية المباريات إن شاء الله تأتي تباعا، ونشوف الثمانية فرق الكبار اللي حيكونوا في هذه المنافسة. برضو يمكن منتخبنا الوطني للناشئين بيواصل تجاربه في المملكة العربية السعودية لمباراتين مع المنتخب السعودي للناشئين، وخسر الجولتين، لكن طبعا الأخبار تقول أن الأمور جيدة والمعسكر ماشي بطريقة كويسة جدا، واستفادة من المباريات بما كانت تنقص هذا المنتخب. عمل برضه إعداد طويل وكبير هنا قيادة كابتن محمد موسى ومجموعته، وبعد ذلك لعبوا العديد من المباريات. أتمنى لهم التوفيق إن شاء الله.
منتخبنا الوطني الكبير هيلعب مع جيبوتي في بطولة المحليين. جيبوتي أخذت بوروندي في بالفوز 2-2، وبكده هتلاقي منتخبنا قبل التأهل للنهائيات بإذن الله تعالى. والمنتخب برضه دي بتفيده كثير جدا المشاركة دي في مشوار في تصفيات أمم أفريقيا. كأس السوبر الهولندي امبارح هيكسب امستردام، خسر أمام بي إس في أيندهوفن ب5-3. برضه في درع الاتحاد الإنجليزي الليفر عاد يعني كفته مع أرسنال بالفوز على مانشستر سيتي ب3-2. وفي كأس السوبر الألماني بايرن ميونخ فاز على لايبزيغ ب5-3. وكأس السوبر البرتغالي برضه امبارح بورتو فاز 3-0 على تونديلا. وكأس هذا الإمارات يمكن أرسنال فاز 6-0 على إشبيلية الإسباني. وبرضه استعدادات الأندية الأوروبية طبعا للمنافسات بتاعتها اللي خلاص قربت كثير، كل أسبوع 10 يوم كده تبدأ بعض المنافسات من 5-8 وأنت ماشي الدوريات الأوروبية الساخنة اللي بتتابعها الناس بشغف. استعدادات برشلونة الموسم الجديد، امبارح برشلونة فاز على نيويورك ريد بوليز بهذا الامريكي ب2-2. ومانشستر يونايتد برضه يمكن فاز او خسر امام اتلتيكو مدريد بهدف، وبرضه يعني في مباريتين خسر بهدف امام اتلتيكو مدريد الاسباني. اما استعدادات انتر ميلان للموسم الكروي الجديد فتعادل بهدفين لكل مع ليون الفرنسي. وروما برضو خسر فاز على توتنهام سبير بهدف وحيد. وتمنيات للناس انه تتابع دوريات اوروبيه قويه جدا خلال هذا الموسم. شكرا يا ابو صلاح. شكرا جزيلا زميل العزيز محمد فضل الله، نورنا على الملخص الرياضي وما يدور في الرياضة السودانية والعالمية، طبعا بالتوفيق لمنتخبنا الوطني الأول وكل المنتخبات الوطنية اللي هي بتشارك في فعاليات ومنافسات مختلفة. عموما خلونا نسمع لحن ومن بعده نعود نتواصل معكم في صباح بي ان اف ام ليوم